ابنة مريم فخر الدين تكشف أسراراً جديدة عن حياة والدتها، وتحدثت عن علاقتها بعبد الحليم حافظ، وروت لماذا ضربت إحدى الخادمات وطردتها من المنزل بشكل قاس. السيدة إيمان ذو الفقار ابنة الفنانة مريم فخر الدين كانت ضيفة أحد البرامج التلفزيونية، وتحدثت عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياة والدتها. أكدت إيمان أن والدتها كانت من الممكن أن تقوم بتصوير فيلمين في نفس الوقت، وكان هذا الأمر صعبا جدا مع وجود طفلة صغيرة. كانت تلجأ للمربيات، واعتمدت لفترة طويلة على المربيات الأجانب، لكن بعد خروجهن من مصر استعانت بمربية مصرية. مريم فخر الدين اكتشفت إهمال المربية المصرية، فكانت تترك إيمان وهي طفلة في عمر 4 سنوات وتعاني من حمى روماتيزمية وتنشغل عنها. وفي إحدى المرات غضبت مريم من هذا الإهمال وضربت الخادمة وطردتها. حلت مريم مشكلة ابنتها واختارت لها مدرسة داخلية، وهناك تعرضت إيمان للتنمر من البنات المقيمات معها لعدة أسباب. أولها كان انفصال والديها 3 مرات، بالإضافة إلى قبولات والدتها وعبد الحليم حافظ في السينما. لكنها اكتشفت فيما بعد أن علاقة والدتها وعبد الحليم حافظ سيئة، وكانت لا تحبه إطلاقاً. كشفت إيمان واحدة من أبرز عادات والدتها، وأكدت أنها كانت تحب الحيوانات والطيور، وكانت مرتبطة جداً بعدد من الطيور مثل اليمام، وخصصت مكاناً في شرفة منزلها كانت تضع فيها الذرة لتطعم الطيور، واستمرت معها هذه العادة حتى وقت رحيلها.